مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. المادة التربية الإسلامية، المرحلة الثانوية لصف العاشر. عنوان الدرس: أحوال الناس يوم القيامة وحقيقة الشفاعة، الحصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. أعزائي الطلبة الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني من درس أحوال الناس يوم القيامة وحقيقة الشفاعة. سنتناول في هذا الدرس الأهداف الآتية: يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يتعرف على الشفاعة وفضلها وأقسامها يوم القيامة، ثم يستنبط شروط قبول الشفاعة يوم القيامة من النصوص التي سوف نقوم بعرضها، ويذكر الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة. وقبل أن نبدأ بشرح هذه الأهداف، إليكم هذه التهيئة لربط الدرس الحالي بالدرس السابق. السؤال الأول: أذكر أحوال الناس يوم القيامة. فالناس يوم القيامة على قسمين: مؤمنون وكافرون. تحدث عن حالين من أحوال المؤمنين يوم القيامة. المؤمن يوم القيامة، المؤمنون الأتقياء يوم القيامة، تتنزل عليهم الملائكة بالرحمة وتبشرهم وتطمئنهم بالفوز والفلاح. والحالة الثانية: يخلدون في الجنة. تحدث عن حالين من أحوال الكافرين يوم القيامة. أما الكافر يوم القيامة فله أحوال كثيرة، منها تحبط أعمالهم، ومنها أنهم يخلدون في النار وتسود وجوههم خزيا بما فعلوا. بعد هذا إليك الهدف الأول: نتعرف على الشفاعة ونبين فضلها ونحدد أقسامها يوم القيامة. الشفاعة تعريفها شرعا: هي التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضر. أما فضل الشفاعة يوم القيامة فهي مظهر من مظاهر تكريم الله للشافعين، وذلك بإجراء الإحسان على أيديهم يوم القيامة، فيأذن لهم أن يشفعوا لمن شاء من خلقه. أنواع الشفاعة: تنقسم الشفاعة يوم القيامة إلى قسمين: الشفاعة العظمى والشفاعة العامة. فيا ترى ما الفرق بينهما؟ فنبدأ بتوضيح الشفاعة العظمى ونبين أحوالها وأحكامها. الشفاعة العظمى خصها الله تعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا إليك السؤال: بما خص الله تعالى نبيه محمد في أرض المحشر يوم القيامة، وبما تسمى أيضا؟ خصه بالشفاعة العظمى، وتسمى أيضا بالمقام المحمود. ما المراد بالشفاعة العظمى يوم القيامة؟ المراد بها هي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
لينصرف الناس من زحام أرض المحشر وشدائده للحساب. صف حال الناس في أرض المحشر وهم يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله. يصيب الناس من الكرب والبلاء من زحام المحشر وطول الانتظار. عندها ينطلق الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فيعتذرون جميعا إلى أن يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله فيقول أنا لها، ويخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت العرش، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فيشفع لجميع الخلائق كي يحاسبوا وينصرفوا من أرض المحشر. هذه تسمى الشفاعة العظمى يوم القيامة، والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. ثانيا، الشفاعة العامة. ما المراد بالشفاعة العامة؟ تناولنا الشفاعة العظمى وقلنا هي الشفاعة التي خصها الله بنبينا محمد يوم المحشر حتى ينصرف الناس عن أهوالها وشدائدها إلى الحساب. أما الشفاعة العامة هي الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي. الشفاعة العامة يوم القيامة لا تخص النبي فقط، بل قد تكون لجميع الأنبياء، منهم نبينا محمد وله المقام الكبير في ذلك والنصيب الأوفر منها، ولكن يشارك في ذلك الكثير من الأنبياء والصالحين والشهداء وغيرهم. فنوضح من هم. قد تشفع الملائكة ويشفع النبيون والشهداء والمؤمنون الصالحون والقرآن، وقد يشفع للمرء أعماله الصالحة كالصدقة وغيرها من هذه الأمور. عدة أنواع الشفاعة العامة يوم القيامة. الشفاعة العامة يوم القيامة على أنواع، منها الشفاعة لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم. قد يشفع لأهل الجنة فترفع درجاتهم من مكان إلى أعلى. ثانيا، الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين من النار. وثالثا، الشفاعة في من استحق النار بأن لا يدخلها. دلل على أنواع الشفاعة العامة يوم القيامة. ما الدليل على أن قوم من أهل الجنة ترفع درجاتهم في الجنة؟ الدليل دعاء النبي لأبي سلمة بقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، أي ارفع درجته في الجنة. ثانيا، ما الدليل على أن هناك شفاعة في إخراج عصاة المؤمنين من النار؟ عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. فهذا فيه دليل على أن هناك جماعة ومن المؤمنين العصاة يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشفاعة في من استحق النار بأن لا يدخلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا
لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. بعد هذا عزيزي الطالب افتح الكتاب على صفحة 121 وقم بالإجابة على هذا النشاط. استنبط من هذه النصوص الشرعية من الشفيع الذي تقبل شفاعته يوم القيامة. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفيع هم الملائكة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. من الشفيع؟ الشهداء أو الشهيد. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان الأطفال لأهلهم الصابرين على مصابهم. بعد هذا عزيزي الطالب نغلق هذا الهدف، وذلك بطرح هذا السؤال: استخرج نوع الشفاعة العظمى أو العامة من النصوص الآتية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها ويخر ساجدا تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. أي نوع من الشفاعة هذه؟ هي الشفاعة العظمى التي خصها الله تعالى بنبينا محمد. ثانيا، دعاء النبي لأبي سلمة بقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذه من أنواع الشفاعة العامة برفع الدرجات في الجنة. ثالثا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. هذا القسم من الشفاعة العامة، وهي في إخراج عصاة المؤمنين من النار. الهدف الثاني أن يستنبط شروط قبول الشفاعة يوم القيامة. لا تقبل الشفاعة عند الله يوم القيامة إلا بتوافر شرطين اثنين، اذكرهما مع الدليل. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا: رضا الله عن الشافع والمشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إليكم هذه الآية، يقول الله تعالى فيها: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. السؤال: ما علاقة الآية الكريمة بالشفاعة؟ هذه الآية الكريمة لها علاقة وطيدة بالشفاعة، لأنها جمعت بين شرطي الشفاعة. فالله تعالى جمع في هذه الآية بين شرطي الشفاعة: الإذن من أذن له الرحمن، والرضا ورضي له قولا. الإذن ورضا الله تعالى. بعد هذا أعزائي الطلبة نغلق هذا الهدف بفتح الكتاب على صفحة 126 وندون إجابتنا بالإجابة عن السؤال السادس: اذكر شرطي الشفاعة. الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع في أن يشفع. والشرط الثاني: رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له.
الهدف الثالث أن نذكر الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة. من هذه الأعمال التوحيد والإخلاص لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن التوحيد والإخلاص. ثانيا قراءة القرآن الكريم عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه. إذن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. ثلاثة الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. إذن الصيام والقرآن والتوحيد. ورابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمأثور بعد الأذان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نقوم بغلق هذا الهدف الثالث، وذلك بذكر الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة حسب هذا المخطط. الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة منها التوحيد أولا، وثانيا قراءة القرآن، وثالثا الصيام، ورابعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الغلق الختامي لهذا الدرس وذلك بفتح صندوق الأسئلة وطرح جملة من الأسئلة الآتية: عرف الشفاعة شرعا، ما هي الشفاعة؟ يفترض أن يكون الجواب هي التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضر. السؤال الثاني: أذكر أقسام الشفاعة يوم القيامة. الشفاعة يوم القيامة على قسمين: شفاعة عظمى وشفاعة عامة. السؤال الثالث: لا تقبل الشفاعة عند الله يوم القيامة إلا بشرطين اذكرهما. الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع في أن يشفع. والشرط الثاني: رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له. ثم بعد هذا أعزائي الطلبة نفتح الكتاب على صفحة 123 على نشاط أنظم تعلمي، ونجيب عن هذا النشاط: أحوال الناس يوم القيامة وحقيقة الشفاعة. ثم بعد ذلك أقسام الشفاعة وشروط الشفاعة والأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة. ثم نفتح الكتاب على صفحة 125 ونجيب عن السؤال الأول، وهو الاختيار الأول: النبي الذي يشفع في أرض المحشر الشفاعة العظمى هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن التقي تبدأ سعادته من خروج روحه، كما أيضا الخيار الأول. السؤال الثاني: ما المراد بكل مما يأتي الشفاعة؟ هي التوسط للغير
في جلب الخير أو دفع الضر. والشفاعة العظمى هي أن يأذن الله تعالى لنبيه محمد أن يشفع لجميع الخلق لينصرفوا من أرض المحشر إلى الحساب. سؤال الثالث: تحدث عن حالين من أحوال الكفار يوم القيامة أو مع الدليل. أولا: يدعون على أنفسهم بالويل والهلاك عند خروج من قبورهم، قال تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وثانيا: يخلدون في النار، قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. السؤال الرابع: قارن بين مصير كل من المؤمنين الأتقياء والمؤمنين العصاة من حيث المصير. المؤمنون الأتقياء ينالون الأمن والأمان في أرض المحشر والخلود في الجنة، أما المؤمنون العصاة فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها برحمة الله أو بشفاعة الشافعين. السؤال الخامس: قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وجه الدليل: من شروط الشفاعة رضا الله عن الشافع والمشفوع له. وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أنه من أنواع الشفاعة العامة الشفاعة فيما يستحق النار بأن لا يدخلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ما دلالة هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على أن التوحيد والإخلاص لله تعالى تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة. السؤال السادس: أذكر شروط الشفاعة. الشرط الأول: إذن الله للشافع. والشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى درس قادم. هذا أستاذ حكيم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.